متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي سنبدأها من آخر صور الأقمار الاصطناعية التي تبين وجود كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية التي أثرت على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة، وعملت على هطول أمطار قوية في أجزاء مختلفة من سواحل تبوك مثل منطقة ضبة والوجه وأملج، وأيضا بالإضافة إلى بعض سواحل المدينة المنورة. وانتقلت هذه الأمطار في أوقات لاحقة إلى الجوف وسكاكا شمالا وحتى الحدود الشمالية باتجاه عرعر، وشملت أيضا الأمطار منطقة القريات بالإضافة إلى الطريف وأجزاء مختلفة من تبوك. خلال هذه الساعات تدفق كميات من السحب باتجاه مناطق الساحل الأوسط من البحر الأحمر، يشمل بذلك مدينة جدة، وسنستعرض بعد قليل أكثر تفاصيل عن هذه الحالة الماطرة. هذه الحالة الماطرة المتوقعة يوم غد الجمعة أن تشتد وتشمل باللون الأحمر أكثر تلك المناطق، سواحل جدة وصول إلى بعض أجزاء التي ما بين القصيم وحائل والقصيم بحد ذاتها، ووصول إلى رفحاء والحدود الشمالية. يأتي بالمرتبة الثانية هذا التأثير باللون الأخضر القاتم الذي يشمل أجزاء الشمالية الغربية من محافظة الرياض، أجزاء من المدينة المنورة، سواحل ينبع، مكة والطائف. ويأتي في المرحلة الثالثة التأثير باللون الأخضر الآخر الذي ممتد من السواحل أو المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية الغربية من المملكة. هذه توقعات الأمطار اعتبارا من ساعات هذه الليلة. من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تهطل الأمطار الرعدية على مناطق الحدود الشمالية تشمل بذلك عرعر والجوف، إضافة إلى الطريف وبعض مناطق القريات وصولا إلى حائل وبعض الأجزاء الشرقية من المدينة المنورة، بالإضافة إلى وجود تخاريج بحرية قريبة من مدينة جدة تشمل رابغ والأجزاء الشمالية من مدينة جدة بشكل عام. أما دخولنا مع ساعات هذه الليلة تنشط، خاصة مع ساعات منتصف هذه الليلة تنشط فرص هطول الأمطار أيضا بسبب تخريج بحرية على مدينة جدة على وجه التحديد، بالإضافة لاستمرار هطول الأمطار في ذات الحزام المطري، في حين يبدأ هواء بارد بالدخول فوق البحر الأحمر في الزاوية أو الجهة الشمالية الغربية من المملكة، سيعمل على عودة هطول أمطار رعدية قمنا سابقا بشرحها بأنها حالة نادرة أن تنشط هذه السحب بالرياح الباردة على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة، في حين تزداد فرص الأمطار بعيدة منتصف هذه الليلة وبشكل تدريجي في مدينة جدة. كما نلاحظ هناك تخريج بحرية تبقى على تلك المناطق، فرص أمطار جيدة حتى ساعات صباح يوم غد في جدة، في حين تنشط السحب الرعدية على سواحل الوجه وبالقرب أيضا من سواحل أملج التي تتوقع أن تضربها هذه الأمطار في وقت معين في تقريبا ساعات ظهيرة يوم الجمعة، مع استمرار فرص الأمطار بشكل جيد جدا على جدة التي قد تكون ربما أيضا غزيرة هذه الأمطار في تلك المناطق، تشمل أيضا حائل ورفحاء شمالا وتكون على شكل حزام من السحب الركامية الرعدية الممطرة. تشمل أيضا هذه الأمطار مرتفعات جنوب غرب المملكة بما فيها أيضا الباحة ومرتفعات الطائف ومكة المكرمة، ويستمر هذا الحزام السحابي بالتحرك بشكل بطيء، وبالتالي تستمر الأمطار الرعدية بالهطول على نفس المناطق ولأوقات عدة خلال ساعات نهار يوم غدا، مما قد يسمح بجريان كبير للأودية وتشكل السيول. وعلى الجانب الآخر تهطل الأمطار على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة بما في ذلك تبوك وسواحلها المطلة على البحر الأحمر. هذا الحزام المطر يبدأ بتدفق تدريجيا نحو المناطق الوسطى ليصل مع ساعات المساء إلى القصيم على شكل حزام مطري شديد، وقد يكون مرفق بتساقط لزخات غزيرة من البرد والأمطار الغزيرة، وتقترب هذه الأمطار من حفر الباطن وتصل أيضا المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. وكما نلاحظ يستمر دخول هذا الحزام المطري إلى الداخل ويندفع الهواء البارد خلفه، وبالتالي تتشكل سحب ماطرة على سواحل البحر الأحمر وتشمل بذلك سواحل المدينة المنورة وتحديدا ينبع. وفي وقت لاحق من مساء يوم الجمعة تحديدا ليلة الجمعة على السبت يتوقع أن تقترب هذه الأمطار من جديد على منطقة جدة والمناطق الشمالية لها، كما نلاحظ تصل ربما هذه الأمطار من جديد صباح يوم السبت إلى مدينة جدة والمدينة المنورة وسواحل ينبع، وتقترب أيضا الأمطار من زاوية أخرى على العاصمة الرياض، كما تصل الأمطار جنوبا إلى الحدود السعودية اليمنية وتشمل منطقتي جازان ونجران بمشيئة الله تعالى. هذا هو تسلسل الزمني لهذه الأمطار. أما هذه الليلة فالطقس مستقر تماما في العاصمة الرياض على سبيل المثال، ودرجة حرارة الصورة 14 درجة مئوية مع أجواء صافية بوجه عام. توقعات الأحوال الجوية بوجه التحديد في العاصمة الرياض خلال ثلاثة أيام القادمة تكون على النحو التالي: 28 إلى 14 يوم الجمعة، مع نسيت أن أذكر بأن هناك
موجات غبارية متوقعة في مقدمة الجبهة الباردة والحزام المطري قد تصل العاصمة الرياض ليلة الجمعة السبت بمشيئة الله تعالى. ازدياد فرص الأمطار يوم السبت في العاصمة الرياض 26 إلى 10 أمطار رعدية محتملة ليلة السبت على الأحد، وتراجع كبير في درجات حرارة يوم الأحد 22 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 9 درجات مئوية. قبل الختام نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الجمعة والصغرى ليلة الجمعة على السبت. نبدأها شمالا من تبوك 18 إلى 11 مع أجواء ماطرة، إسكاكة 19 إلى 11 مع استقرار في الأجواء، عرار 19 إلى 9 مع استمرار فرص هطول الأمطار في تلك المناطق. غربا في جدة أمطار رعدية متوقعة إن شاء الله يوم الجمعة 23 إلى 16 أمطار رعدية محتملة في المدينة المنورة 20 إلى 11، 23 إلى 15 في مكة المكرمة مع فرص للأمطار أيضا، في الطائف 18 إلى 7 مع استمرار أو مع تزايد فرص هطول الأمطار الرعدية. في المناطق الجنوبية الغربية في أبها 22 إلى 10، الباحة 16 إلى 9، وفي جزائم 27 إلى 23 درجة مئوية. أما في الأحساء من 27 إلى 14، في الدمام 26 إلى 16، وفي حفر الباطن من 29 إلى 13 درجة مئوية مع أتربة مثارة. ختام هذه الجولة في المناطق الوسطى من المملكة. إذن في العاصمة الرياض 28-14، في بريدة 28-12 مع أجواء مغبرة لكنها تصبح ماطرة بغزارة خاصة في ساعات ما بعد المساء. أما في حائف الأمطار الرعدية ستكون بمشيئة الله تعالى حاضرة، والعظمى هناك تصل إلى 16 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى ليلا 6 درجات مئوية. قبل الختام توصيات هامة بشأن هذه الأحوال الجوية السائدة في المملكة: بضرورة الانتباه بالابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب خوفا من تشكل السيول التي قد تكون جارفة في بعض من هذه المناطق. أيضا ندعوكم بضرورة الانتباه أثناء القيادة والتنقل بين المحافظات بسبب إما عبور السيول لهذه الطرقات أو بسبب انخفاض مدى الرؤية الأفقية الناتج عن الموجات الغبارية. كما ندعوكم إلى الانتباه من ارتفاع نسب الغبار في الأجواء في بعض المناطق، وخاصة مما يؤثر ذلك على مرضى الجهاز التنفسي والعيون. وندعوكم دائما إلى الاحتماء في حال وجود عواصف رعدية شديدة داخل المباني. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.